سفيان بولعيد رئيس سحري إذاعة كاب راديو مدير برامج إذاعة كاب راديو كنرحبوا بكم. يعني إذاعة كاب راديو هي من الإذاعة يعني الأوائل في الإذاعات الخاصة لأن كما كتعرفوا بأن تحرير القطاع السمعي البصري اللي كان جا في الخطاب ديال الملك 2002 يعني تحرر القطاع السمعي البصري في المغرب كان القطاع الأول اللي تم تحريره البداية ديال الإذاعات الخاصة كانت بين إذاعة ديال كاب راديو. الإذاعات في الأول كانت متعددة يعني الجهات. إذاعة ديال كاب راديو كانت أول إذاعة يعني في الشمال وفي الشرق. من بعد في سنة 2011 يعني أصبحت يعني إذاعة متعددة الجهات أكثر يعني أصبح عندها البث في مجموعة من المناطق في المغرب يعني في الدار البيضاء فاس مكناس الداخلة في العيون الدار البيضاء. لحد الآن إذاعة ما عندهاش البث فقط في جوج ديال المناطق يعني المنطقة ديال الرباط والمنطقة ديال الأكادير يعني جوج المناطق لأنها كامل اللي كتعطيك الرخص ديال التوسيع ديال هذا فكتعطيك أجزاء يعني أنت كتشوف بكم واش أنت التزمتي بأنك كنتي بالتغطية ديال هاد المناطق ومن بعد كتجي يعني المناطق الأخرى. كاب راديو يعني الان يعني داز ثلاثة ديال المراحل يعني المرحله الاولانيه المرحله ديال البدايه ديالها من بعد جات المرحله ديال 2011 اللي جات فيها التوسعه من بعد جات المرحله هذه مؤخرا المرحله ديال 2018 اللي تم تغيير يعني مجموعه من الاشياء يعني في الاذاعه من بين كما كتشوفوا حتى اللوغو ديال الاذاعه يعني تبدل البرامج البرمجه يعني الافكار في الاذاعه كتبدل فكاين البرمجه كيف ما عندنا دابا كتبدا من الصباح يعني بونس دياس يعني البرنامج ديال الصباح من بعد كتجي مناصف الدار يعني برنامج اسري مجتمعنا يعني برنامج كيهتم بكل ما هو اجتماعي المجله الاخباريه مع الخبر يعني هي المجله اللي كتهتم بكل ما هو اخباري كاين اخترنا لكم يعني برنامج اللي كي كل نهار كنختاروا شي حاجه كتهم يعني كتهم المستمعين زائد برنامج مع احلى الناس يعني برنامج ترفيهي من 5 ل 7 العشيه زائد برامج اسبوعيه اللي كتكون دائما في 7 العشيه كان ميغوار كيكون يعني هو بالفرنسيه كيهتم بكل ما هو يعني كيتعلق بالصحافه في طوال الاسبوع الصحافه العالميه كيكون كل نهار اثنين كاين برنامج علاش لا يعني فني كيكون نهار ثلاث كاين برنامج لايف شباب كيهتم بكل ما هو شبابي يعني كيكون نهار الاربعاء نهار الخميس كيكون يعني نهار الجمعة برنامج من حقك تعرف ممكن نقدمكم يعني سي حسن مدير العام لإذاعة كاب راديو ملتقى البوغاز ديال الأصدقاء كنرحبوا بكم هنا في الاذاعه ديالنا وكنشكركم على الزياره ديالكم للاذاعه ديالنا. اللي غادي نعطيكم انا هو كلمه اللي كاينه هو ان فيما يخص اذاعه كاب راديو كنبقى حنا الاذاعه الوحيده اللي هنايا في الشمال اللي هي اذاعه خاصه يعني ماشي حنا دائما كنشجعوا على هذا القطاع ديال الاعلام خاصه المتدربين فحنا دائما كيكون عندنا واحد النسبه يعني كنتميزوا بها على باقي الاذاعات اللي كاينين
استقطبوا عدد يعني كبير باش نقدروا، هذه الوسيله الوحيده باش نقدروا نشجعوا هو ان نسمحوا للتلاميذ انهم يدخلوا باش يديروا يعني تدريبات يعني في الاذاعه في داخل الاستديوهات وداك الشيء. وشكرا جزيلا. لا باش يخص يعني توسع وانتشار تغطيه الكوفرتي ديال كما يخص الرساله الاعلاميه يعني والمستوى. اذاعه كابرادو هي اذاعه يعني عندها الكوفرتور ديالها يعني كتغطي جميع لا يعني كتغطي يعني المغرب ككل كامل، يعني عندنا تغطيه شامله على المملكه كامله الخريطه كامله. وعندنا كذلك يعني هي اختصاص ديالها هي اذاعه يعني جينيراليست كتقوم شامله داك الشيء. وكذلك انها هي يعني عندها اختصاص ديالها متعدده الجهات، فهي كتغطي كل جهه بالخاصيات ديالها يعني ملتي ريجيونال. نعم محتوى الرساله يعني واش المضمون ديالو واش بقى فيه شي يعني تعديل او تطوير؟ لا ما غيرناش يعني الايديتوريال ديالنا من النهار الاول يعني باقي مستمرين فيها منذ البدايه الى اليوم، يعني باقي ماشي بنفس التوجه نفس الرساله. شكرا شكرا. انا قسم ديال الماركتينغ، يعني ايوب هو ريسبونسابل ديال الماركتينغ في الاذاعه، كل ما كيتعلق بالاشهار إدارة كاب راديو قسم التحرير، كنزورو قسم التحرير كذلك. إذا المرافق والأقسام الخاصة ب نزورو قسم التحرير لقاعة ديال التحرير ديال إذاعة كاب راديو، يعني هنا فين كنقومو بتحرير يعني الخبر، يعني كيكون قسم هنا كيجتمعوا الصحفيين وأيضا المنشطين، يعني كل واحد يعني عندنا حنايا بحال بلانينغ ديال النهار، فكتجبر كل واحد عنده الوقت ديالو فوقاش كيجي كيوجد البرامج. يعني مثلا الناس ديال البرامج الصباحيه غتشوفهم راهم كاين في القاعه اللي هنا، يعني كيكون عندهم يعني الوقت فوقاش كيوجدوا يعني البرامج ديالهم. فحنا ما عندناش كيف ما هو يعني معتاد في بعض الاذاعات، يعني كاين اجتماع رئاسه التحرير في الصباح وفي العشيه، حنا عندنا اجتماع ديال رئاسه التحرير كيتعلق بكل برنامج على حده، لان كتجبر برنامج صافي ما عنده علاقه ببرنامج سياسي، فكيكون اجتماع ديال رئاسه التحرير في البرامج السياسيه بوحديتها، في البرامج الاخباريه بوحديتها، في البرامج الثقافيه بوحديتها، الرياضيه، يعني كيكون اجتماعات متفرقه زائد الشغال ديالهم في القاعه ديال التحرير كيكون على حسب الوقت ديال الاستعداد اللي يوجدوا البرنامج. يعني حنايا كنركزوا اكثر على المنتوج اللي كيتقدم في المباشر، لاننا نركزوا على ان الصحفي يكون متواجد في الاذاعه يعني على طول. فبزاف ديال كتجبر المنابر كيقول لك لا الصحفي خصو يجلس 8 سوايع ما يمكنش، فالصحفي خصو يخرج يقلب على الخبر يجلس، يعني اللي كتحاسب الصحفي هو ديك المنتوج اللي كيقدم في الاخير، يعني المنتوج اللي كيقدم في الراديو ديك ساعه ما قال لك يقدم نص ساعه، يعني الصحفي يجلس هنا 12 ساعه وفي الاخر يدخل ما يقدم حتى شي حاجه، فشنو الفائده؟ الفائده هو ان الصحفي يقدم لي واحد المنتوج يعني مهم. يعني هذه قاعه التحرير، ومشيو الان للاستوديوهات.